جمعية اتحاد العمل النسائي والجمعية الإسبانية عايدة كينظموا حدث إطلاق حملة المساواة اليوليك. هي حملة الهدف منها هو نشر ثقافة المساواة وحقوق المرأة داخل المجتمع المغربي. في إطار هذه الحملة اشتغلنا مع العديد من الجامعات وكذلك المعاهد المختصة في التواصل وكذلك في الإعلام. اشتغلنا بالإضافة إلى ذلك مع العديد من الصحفيين اللي استفدوا معنا من تكوين حول مقاربة النوع وحقوق المرأة أيضا. وأخيراً اشتغلنا مع العديد من الشخصيات المعروفة في المجال الإعلامي وكذلك الفني بالمغرب اللي شاركوا معنا بديكابسول فيديو سجلناهم معهم تحدثوا فيها على آرائهم حول وضعية المرأة داخل المغرب وتحدثوا فيها كذلك على مواقف وكذلك تجاربهم الشخصية. هاد لي كابسول فيديو غادي يتم النشر ديالهم خلال حملة 16 يوم من أجل محاربة العنف ضد النساء والفتيات اللي كتنطلق من اليوم السبت 25 نوفمبر وكتمتد حتى 10 ديسمبر. حملة المساواة اليوليك هي داخلة ضمن مشروع متحدات ومتحدون من أجل المساواة. هو مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ويتم إنجازه حاليا على مستوى العديد من الجهات في المغرب. هذا المشروع الهدف منه كذلك هو تعزيز ثقافة المساواة بالمغرب، محاربة العنف وتمييز المبني على أساس الجنس، وكيعتمد أساسا على تعزيز العلاقات أو الروابط ما بين العديد من الجهات الفاعلة اللي هي المجتمع المدني والعديد من الجامعات وكذلك المؤسسات الحكومية. الهدف من هذه الحملة هو نشر قدر الإمكان ديال حقوق المرأة والأهمية ديالها داخل المجتمع ديالنا وكذلك محاربة لي بريجوجي أو لي ستيريوتيب سكسيست اللي منتشرة عندنا داخل المجتمع واللي كنقدروا نشوفوهم مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي على شكل مثلا صور كيتم التداول ديالها مثلا في واتساب، يعني من خلال المجهودات ديالنا وبالضبط من خلال واحد المباراة اللي احنا في طور التنظيم ديالها لفائدة طلبة الإعلام والتواصل بالاشتراك مع العديد من المعاهد المختصة في هذا المجال. غادي نعاونوا هاد الطلبة ينجزوا العديد من لي كونتوني او المحتويات اللي كتحارب هذا النوع ديال الامور اللي هي يعني سائده عندنا بزاف في المجتمع ديالنا. يعني الهدف الاسمى ديالنا هو كيبقى نشر ثقافه المساواه والاسهام ولو قليلا بالانشطه اللي كنظموا في رفع مستوى الوعي العام حول هذا الموضوع ديال المراه. انا كنت انسانه مهمشه ما قدرش نهضر، عندي ظروف قاهرة، أنني زوجة، خصني ربي الدراري، خصني ما نهضرش، خصني ما نشوفش الشارع، ما نشوفش. دونك كنت كنعيش في عائلة محترمة ما يقدروش يجمعوا، كنت ساكتة بالمعنى الأصح. يعني كان عندهم إطلاق عيب. أما تجي تشكي على شي حاجة في الزوج عيب وما كانوش الوالدين. كان الوالد ديالي متوفي، انهم هما بغاو يشوف لي حياتك انني نتزوج وندير بيت كجامع العائلات، لكن هذا فكر خاطئ. البنت تزوج وهي يا قاصر وتزوج وهي تاخذ زوج كبر منها، كانت ما عرفتهاش حتى من بعد 29 سنه ديال هذا الزواج. انا عرفت راسي بانني كنولد وكنربي وكندير كنت ام صالحه الحمد لله وربيتهم تربيه حسنه فهمتهم كذا، ولكن ما كانش الجانب الاب نهائيا، كنت انا ضلي في الاب والام والحمد لله خرجتهم فتيات. انا عندي 4 البنيات ومن كبروا شفت بني ان القاعده غتكرر، بغيت نمد يديا نشوف حياه افضل، لهذا انا سمعت وكنت كنشوف ولكن ما كنقدرش نمس المجتمع، كنخاف، كان عندي تخوف كبير ان المراه هي بتقول راه عندها ضغوطات نفسيه، انها احتياجات ديالها مهمشه، انا ما عندهاش الحق تفرض السيطره ديالها، عندها عنف جميع المرافق جميعا. يعني مؤخرا انا تقريبا من دو كبروا الولاد تنشوف انا العنف من طرف الزوج ولا بالالفاظ خبيثه، لاني كنشوف الصغار غيطبوا عليهم. من بعد قررت جمعتهم درنا طابله والحمد لله اكتشف انني ربيت، علاش؟ حيت البنات ساندوني.
كيقولوا لي حياه راها كبيره وواسعه وعريضه، فتحي عينيك حلي داك الباب، حاولي تحيدي ديك الكحوله الوسط قلبك وتخرجي المعلى. فعلا توكلت على الله وخديت قرار باش نناضل ونوقف كأم كامرأة كأخت حيت عندي مستقبل كبير ديال من ديال الأبناء اللي عندي، حيت في واحد النهار غيكونوا أمهات أخوات تا هما خاصهم يكونوا عندهم أسر. يعني ما نبقاش بغيت صوتي يوصل جميع الناس، سيرتو الأمهات اللي هما مخبيين ومحطوطين في واحد الوعاء غارق. أنا كنقول لهم باسمي نوضوا ناضلوا مدوا يديكم، كاينين أيادي رحيمة اللي غتجركم للمستنقع ديالكم وغتوريكم حياة فضل، وغتحسوا بلي عندكم جناحكم قوى باش توصلوا ولادكم، حيت الرسالة ديال الأم للأبناء كبيرة وعريضة ومزايها كثيرة، ما تقدروش تفهموها إلا لحطيتوا رجلكم في باب الحياة، والحياة كبيرة الحمد لله.